مرحبا أصدقائي، كيفكن؟ بدي أحكي لكم اليوم عن تكنيك حلو بالإيد اليمين، العزف بالإيد اليمين للبيانو طبعا مش للأورج. أنا تعلمته من يوتيوب، والله شفت حدا عم بعزفه وحبيت أعلمكم يعني. طبعا هذا الأورج ما فيه شرقي، كله غربي، بس كمان البيانو. تمام، أول واحد هيك. بنصير أسرع وأسرع. وفي واحد تاني هيك تعلمته، تمام؟ سوري. أول واحد هيك. يعني الكبسة لحالها عم تحكي لك انه راح تيجي على هذا الاصبع او هذا الاصبع مثلا هون. ها عفوا، هون مش هون. طيب من هون هذا راح ارجع له. فينا نعمل مثلا كمان هيك.
حكيت عنه انا صح؟ هاي بعدين هاي الري بعدين الدو. طيب راح ارجع عيد هذا التمرين. هذا التمرين شباب سهل وتمرنوا عليه منيح وبتصيروا سريعين كثير والله. ان شاء الله يكون عجبكم الدرس. اذا عجبكم من مو مشترك بالقناه اعطونا لايك واشتركوا وان شاء الله بنزلكم شيء جديد على طول. صراحه هلا ما في اورج مرتب، يعني هذا الاورج منه مزبوط، كبساته مش مزبوطين، في شيء شغال في شيء منه شغال. بكره بعلمكم حركات كثير حلوه. بكره بعلمكم هاي الحركات كثير حلوه. في كبسات ما شغاله هون سوري. كلنا ان شاء الله بس جيب اورج بعلمكم اياها. يلا بشوفكم بدرس جديد.